السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. بس كده احنا اللهم صل على النبي. قبل اي حاجه يا جماعه، نشكر الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا جماعه، واللي يشوف القناه يشترك فيها عشان يوصل له كل جديد مني ان شاء الله. يعني انت كل اهل بس كلمه اشتراك يعني مش هتخسري في حاجه. فاحنا بصوا، احنا النهارده معانا ايه؟ الفراخ اليوم الخامس. فاحنا زي ما احنا شايفين كده، احنا بنغير لها صبح وليل. فاحنا كده في الصبح كده يعني مخلصين ميه وعلف زي ما احنا شايفين كده في السقايات، في السقايه والعلفات. فانا كده اغير لهم الفرشه زي ما احنا شايفين كده، انا بغيرها على طول عشان درجه الحراره تحتهم ما تتعبهمش. كل ما الفرش يبقى نظيف يا جماعه، كل ما تاخد نتيجه اجمل وافضل. اهم حاجه النظافه للفراخ. فاحنا كده هنخش الحاجات دي كلها كده، هننظف ونغسل السقايات وننزل لهم الاكل والادويه. خليكم معايا. بص احنا كده هنحط ايه، هنضيف النهارده معانا ايه. انتوا زي ما انتوا شايفين كده احنا جرجير غسلينه اهو زي الفل تمام. برضو هنحط شوية في الكبة، هنحطه مع الخلطة النهاردة. بص احنا كده معانا ايه، المية زي ما انتوا شايفين كده. هنحط النهاردة الدواء ازازة يوم الخامس زي ما انتوا شايفين كده. كل يوم نحط نوع من الدواء. النهاردة اليوم الخامس، احنا هنحط نقطة من دي كده زي ما انتوا شايفين. نقطة اهي. فاحنا كده حطينا نقطة الدواء. كده احنا حطينا الدواء. تعالوا بقى نحط الخلطة على العلف. احنا زي ما احنا شايفين كده طبعا ما بنكترش علف. احنا كده في الصبح. فاحنا ايه اللي نحط لهم في الصبح؟ الخلطة اللي بنحطها على العلف، وباقي اليوم بنحط عادي علف من غير خلطة. احنا معانا يا جماعة الثوم مهروس زي ما انتوا شايفين كده، معانا البصل مهروس زي ما انتوا شايفين كده، البنجر بشرونه بالمبشرة، ده الجرجير برضو ضربناها في الكبة. فاحنا طلوا الخلطة دي جميلة جدا يا جماعة، يعني نخليها معانا على طول يعني كده. حاجة كده، شيء كده اساسي كل يوم. عايزة تاخدي فرخ جميل ولحمه جميل، اعملي الخلطة اللي انا بقول لكم عليها دي. فاحنا كده زي ما انتوا شايفين هنحط ايه تاني، هنحط الكركم. ده طبعا المزارع ماشية بيه على طول للفراخ. احنا هنحط كده، انا كل يوم بحط على فكرة الكركم ده. معانا كمان عسل زي ما انتوا شايفين كده اهو، عسل بيخلي المعلقة كده يعني مش هنكتر، بيخلي العلف ايه مسكر كده للفرخ وهو بياكل. بتحسيه بيحس ايه ان هو ايه بياكل حاجة كده طعمها حلو مسكرة، فاهمين؟ البصل ده والثوم يعني حاجة جميلة جدا للفراخ يا ولاد. فاحنا كده هو نص كيلو علف اهو، نقلب لهم فيه الخلطة زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا شكلها جميل ازاي، شكلها تهفف النفس يعني. هو هم لما بيشوفوا الخلطة كده بيبقوا فرحانين بيها خالص، يعني حاجة جميلة. شوفوا يا ولاد خلطة جميلة جدا. احنا هنحط دلوقتي في العلافات وننزل لهم، وصلنا لهم العلافة زي ما انتوا شايفين كده، والمية ما شاء الله بيسحبوا. لازم نولف الكتاكيت بتاعتنا على الخضار وعلى الخلطة
عشان يصحبوا معانا، ما نحطش لما يكبروا بعد كده مش هيرضوا ياكلوها، لازم نولفهم. انا حطيت لهم الخضار ده من ثالث يوم عشان اولفهم عليه زي ما انتوا شايفين كده، والله العظيم بيلقط الحاجات اللي هي الخضار، البنجر والبصل والثوم والخضار، يعني بيلقطوه احسن من العلف، يعني والله العظيم بيجروا ورا بعض كده، بياخدوها في بقهم ويجروا ورا بعض زي ما انتوا شايفين كده. هو شكل الخلطة اصلا كده حمرة من البنجر، فالفراخ بتحب اللون الاحمر، وبيلقطوا البنجر ويجروا بيه طول في بقهم والبصل زي ما انتوا شايفين كل يجروا ازاي، اللي بيجروا ورا بعض بيتخانقوا على البصل، ياخدوه في بقهم ويجروا، وهما بيحبوا البصل، يعني البصل ده بيجننهم، البصل والثوم والحاجات الخضار في الخلطة بتجننهم. اتمنى يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، واستنوني كل يوم بخلطات جديدة، وشوفوا يا جماعة الفتح شكله جميل ازاي، فرحان يعني هما بيبصوا على ايدي عشان مولفين على الخلطات اللي انا بعملها لهم، بتجننهم ريحتها حلوه. فانا كده فرشت لهم الفرشه زي ما انتم شايفين كده، ونظفت لهم وحطيت لهم غسلت لهم العلافات والسقايه، وما شاء الله عليهم هما بياكلوا ما شاء الله وبيجروا ورا بعض. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.